بكم وأرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات مغاربية. هذه هي الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات عن تاريخ الجزائر الحديث، نخصصها لعرض قصة حياة الأمير عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الجزائري في ظل استعراض تاريخ المقاومة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي. لقد تناولنا في حلقة سابقة إلى معارك الأمير وملابسات طلب الأمان أو الاستسلام كما يسميه بعض المؤرخين للمحتل الفرنسي. كما سنتطرق في حلقة اليوم إلى الشروط التي وضعها الأمير الجزائري والتي وافق عليها القائد الفرنسي، وظروف وأسباب التي أدت إلى نقل الأمير إلى فرنسا. ضيفاي في حلقة اليوم هما عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلقيس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس قسم اللغة والحضارة الإسلامية بكلية العلوم الإسلامية في جامعة الجزائر، ومن داخل الاستوديو الأكاديمي والباحث الجزائري الدكتور عبد اللطيف بطيب الأستاذ بجامعة دندي بإسكتلندا. أهلا بكم وبالمشاهدين الأعزاء. وسوف مشاهدين الكرام نفتح الخطوط لكم لتلقي تعليقاتكم وأسئلتكم على أرقام الهواتف الموجودة في الشريط الإخباري أسفل الشاشة بعد 40 دقيقة من الآن، ومرحبا بكم جميعا. دكتور محمد الأمين، وعد المحتل الفرنسي الأمير عبد القادر بنقله وعائلته إلى مدينة الإسكندرية أو عكا وفق شروطه، إلا أن فوجئ بنقله إلى مدينة تولون. برأيك لماذا نقض الفرنسيون وعدهم؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السادة الأفاضل في قناة المستقلة، السادة المشاهدين في جميع أنحاء المعمورة، تحية طيبة من عبق الجزائر الفاضلة الكريمة المجاهدة. إجابة على سؤالكم سيدي الفاضل، أقول لقد تعودنا من الفرنسيين الخيانة ونقض العهود، وهم لا يملكون أي شرف عسكري ولا شرف إنساني حينما تعاملوا مع خصومهم على أرض الميدان أو مع القبائل الثائرة ضد الوجود والاحتلال الفرنسي وقد دافعت عن كرامتها وذاتها. لكن للأسف الشديد، إجابة مختصرة على سؤالكم، لقد حاول الفرنسيون استدراج الأمير وقتله، وأسسوا أكثر من فرقة عسكرية لتتبع الأمير لاغتياله منذ 1843. فلما فشلوا الفشل الذريع في اغتياله أو قتله أو قتله عن طريق خائن من الخونة، فلم يتمكنوا ولم يستطيعوا. فلما قدم الأمير عبد القادر إلى ضريح سيدي إبراهيم حيث أدى صلاة الوداع وصلاة فراق الوطن، وقد ترك الجهاد مفتوحا لمواطنيه، وقد ترك الجهاد وصفحته بيضاء مفتوحة للمجاهدين من بعده. فالفرنسيون كما كنا قد نبهنا في حلقة سابقة قد أعطوه ورقة مختومة وعلى بياض، وعليه أن يسجل شروطه، وقد سجل شروطه، ومن بينها أن ينقل بكرامة إلى الإسكندرية أو إلى عكا أو إلى بلد إسلامي في الصلبة الإسلامية، وقد وافق الفرنسيون على ذلك. وقد تغيرت ولما ركب السفينة من الغزوات توجهت السفينة مباشرة إلى أقصى الغرب بدلا أن تتوجه إلى أقصى الشرق، فعرف الأمير عبد القادر بداية الخيانة. وأقام الأمير عبد القادر حتى إلى أن وصل إلى أمبواز في أكثر من قلعة وفي أكثر من قصر، من طولون إلى قصر هنري الرابع إلى قلاع كثيرة وقصور كثيرة، ثم استقر به المقام إلى في قصر أمبواز، وهو قصر كبير جدا ولكن الطائر الحر، وقد وصف الأمير عبد القادر بأنه طائر حر. أقيم في هذا القصر ولمدة طويلة للغاية إلى أن تدخل نابليون الثالث لإطلاق سراحه. في الحقيقة لم يصدق الفرنسيون قادة إداريون أو قادة عسكريون أن ذلك الشبل، أن ذلك البطل
القتال وطالب الفرنسيين الأمان. ومع ذلك فإن الحقيقة المرة أن الأمير عبد القادر كان يعلم يقينا أن الخون في الداخل وأن الجيران أو الجوار في الشرق والغرب لن يقدموا له أي مساعدة. وأكثر من ذلك أذكر السادة المشاهدين أن في هذه الفترة منذ 1843 إلى غاية 46 قد فقد الأمير عبد القادر أشهر مساعديه من خلفائه أو ما سميته في حلقات سابقة حكومة الحرب. فقد استطاعت فرنسا أن تهزم هزيمة كبيرة محمد الصغير في بسكرة وأن تتمكن من احتلالها. وهذه قاعدة صلبة للأمير عبد القادر، وهي القاعدة التي كان يتمنى أن ينطلق منها إلى الحدود التونسية، إلى حيث الشيخ الحسناوي أمير الحنانشة في أقصى حدود الشرق. وتمكن الفرنسيون أيضا من إمساك حدود شمال الصحراء حينما تمكنوا من احتلال الأغواط وتمكنوا من احتلال الجلفة. واستطاع الأمير عبد القادر أن يفقد ساعده الأيمن في معركة بطولية شهيرة وهو محمد بن هلال. كما استطاع الفرنسيون أن يقيموا حصارا عنيفا على خليفته وعينه الصاهرة على أقصى الشرق برج حمزة ومنطقة البيبان التي ستتيح منها الجيوش إلى قسنطينة حينما تتمكن من الزحف عليها من منطقة عنابة والدرعان واحتلال قلمة وغيرها ومزاج عمر وغيرها من المناطق الحساسة والاستراتيجية في دفاع أحمد باي أمير أو باي شرق البلاد أو بيلك الشرق. كذلك فقد الأمير الكثير والكثير من جيشه، وخاصة منذ أن تمكن الفرنسيون وبخيانه في غيابه من الاستيلاء على زمالته. فقد كانت حقيقة كما يقول الأمير نفسه بهذا خائرنا وسلاحنا وشرفنا وكرمنا، ولكنه كان يمثل سخرة في الحياة الدنيا. فلما سقطت في أيدي الفرنسيين قال إننا الآن قد أصبحنا أحرار لندافع عن أرضنا وشرفنا من هؤلاء الذين احتلوا بلدنا. لذلك أعتقد والله تعالى أعلى وأعلم أن الأمير عبد القادر لا يزال كفارس وبطل ومسلم وعربي شام يعتقد في قصومه الشرف، ولكن الشرف الفرنسي قد انتهى بنهاية وصول سفينة الأمير عبد القادر إلى طولون وغيرها. وأترك الفرصة للزميل الفاضل عبد اللطيف وأحييه من هذا المنبر. طيب شكرا دكتور محمد. دكتور عبد اللطيف، هل برأيك كانت الشروط التي وضعها الأمير عبد القادر للفرنسيين كافية لضمان تنفيذ الاتفاق؟ أحيي مشاهدي القناة والدكتور بالغيث. طبعا يبدو لي يجدر بنا أن نذكر بهذه الشروط التي اتفق عليها الطرفان، يعني الأمير عبد القادر وجماعته والممثل الحكومة الفرنسية اللي هو لامورسيير. طبعا هذه الشروط الأمير اجتهد وشاور أصحابه، يعني ولا ندم من استشار ولا خاب من استخار، يعني صلى ركعة الله واستشار أصحابه إلى آخره، اجتهد، ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، يعني بذل كل جهده. الذنب الأول حسب ما ذكر المؤرخون أن يقدم الأمير يعني عهد مكتوب بأن تترك فرنسا له ولأتباعه حرية الهجرة إلى الإسكندرية أو مدينة عكا في فلسطين أو أي بقعة في السلطنة الإسلامية العثمانية. ثانيا أن تضمن هذا التعهد شخصية فرنسية رسمية. ثالثا أن يعطى عهد الأمان لكل رفاقه الإداريين وجنوده ويسمح له لكل منهم الالتحاق بقبيلته. وأخيرا إذا قبلت هذه الشروط أن يوقعها ويختمها بطابع القيادة. فكما سألت لماذا نقض الفرنسيون، كما أجاب الدكتور، يعني هذه عادة الفرنسيين في ذلك الوقت، يعني الحكومة الفرنسية نقضت معاهدة تافنا وديميشيل وغادرت بقبيلة بني الرياح أو أولاد الرياح حينما طلبت منها الاستسلام. ثم لما ذهب أفراد القبيلة إلى الكهف داخل الكهف، يعني يقول المؤرخون تقريبا 2000، فأشعلوا النيران وأغلقوا.